أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن الذي ولكم فيها ما تدعون ولكم تشتهي أنفسكم
من ذكرها
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واعف عنا واغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير يا رب العالمين. اللهم جنبهم قرناء السوء الذين يريدون أن يصطادوا بالماء العاكر يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قدوة لهذه الأمة، اللهم اجعلهم قدوة لهذه الأمة، اللهم اجعلهم قدوة لهذه الأمة. اللهم اهدهم واهد بهم واجعلهم سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.